المشروعات القومية اللي احنا طول الوقت بنتكلم مع حضراتكم عنها مش بس الحقيقة بتعمل تنمية، لا هي كمان بتضخ استثمارات في شرايين الاقتصاد. ده يعني بيكون ليه هدف أساسي وهو توفير فرص عمل للشباب. علشان كده رئيس الوزراء قال إنه المشروعات دي وفرت لحد دلوقتي 5 ملايين فرصة عمل. فتحت المشروعات القومية التي نفذتها الدولة بارقة أمل للشباب من مختلف الأعمار، حيث وفرت 5 ملايين فرصة عمل، وهو ما أكده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، مؤكداً أنه لولا هذه المشروعات لارتفعت معدلات البطالة في الدولة بشكل كبير، كما أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تعد مجرد خطوة من 1000 خطوة تستهدف القضاء على معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وكانت النتيجة الطبيعية لهذه الخطط هي تراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية ليسجل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، في حين كانت النسبة 12.5% في الربع الثاني من عام 2016، وفي عام 2014 سجل معدل البطالة 13.3%. وقامت الحكومة بدورها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع، على رأسها تشجيع الشباب على تأسيس مشروعاتهم الحرفية واليدوية الخاصة بهم، ومنها مبادرة صغار الصيادين، وهي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2020 لدعم صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء بإجمالي 50,000 صياد على مستوى الجمهورية. هذا بالإضافة لمنصة أيادي مصرية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وهي منصة التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية، وتهدف إلى دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق.